الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا السيد أحمد تيجاني وعنا به، آمين. أما بعد، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كل يوم هو في شأن. اليوم زمن، ونحن أمة تقدس الزمن. نقدس الزمن لا من حيث أنه زمن، ولكن من حيث أن الله تعالى اسمه الدهر. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر اسم من أسماء الله تعالى. نقدس الزمان لأن الله تبارك وتعالى أقسم به، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكل نظام حركي له يوم. يعني احنا بنحسب اليوم ازاي؟ عندما يدور الكوكب حول محوره دورة كاملة يسمى ذلك يوما. فيوم الأرض 24 ساعة، يعني الأرض بتدور حوالين محورها كام؟ 24، في كل 24 ساعة. القمر يومه 29 يوم ونص. الزهرة يومها 243 يوم. فكل نظام حركي له الايه؟ له يومه. والإنسان دائما يخرج من تقويم زمني ويدخل في تقويم زمني آخر، ثم يستطيع أن يعود عندما يكون الإنسان مستيقظا، فهو في تقويم زمني. عندما ينام يدخل في تقويم زمني آخر وإدراك زمني آخر، ثم يستيقظ، فإذا استيقظ رجع إلى التقويم الزمني الأول. ولكن حين ينتقل الإنسان بما يسمى موتا، فإنه يدخل في تقويم زمني ولا يستطيع الرجوع منه. وهذا التقويم الزمني الجديد بيكون تقويم كل أحقاب الدنيا وكل ساعات الدنيا وكل أيام الدنيا، تعتبر ساعة واحدة من تقويم يوم القيامة، أو من التقويم الزمني الذي: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا إيه؟ غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، يعني كل أحقاب الدنيا وقرون الدنيا كلها قد إيه؟ كلها يوم من أيام الآخرة. كل كائن وله يومه الذي يعد به. شعب الملائكة يومها 1000 سنة مما نعد. شعب الملائكة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره
ألف سنة مما تعدون. ده شعب الملائكة. هذه الآية آية معجزة. من هذه الآية استطاع العلماء أن يتوصلوا إلى سرعة الضوء. سرعة الضوء زمان كان يقول لك الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية. وبعدين بقى في المؤتمر الدولي للمعايير في باريس سنة 83 أقروا أن سرعة الضوء 299.792 من ألف كيلو متر في الثانية، يعني بأرقام عشرية كده. الألف سنة اللي في الآية ديت لما حسبناها طلعت سرعة الضوء. إزاي حسبناها من هذه الآية؟ طبعا كلكم تعرفون البرنس جاليليو، عارفين جاليليو؟ طبعا جاليليو ده فخر إيطاليا، ما فيش في إيطاليا حد جه زيه. هذا الرجل حط قانون سهل جدا وبسيط، وهذا القانون الذي وضعه انبنت عليه كل أصول المدنية العلوم. هذا القانون اللي بيطلع بيه الصاروخ القمر، واللي العربيات بتمشي بيه، واللي القطارات بتمشي بيه. قانون سهل وبسيط اللي هو بيقول ان السرعة تساوي المسافة على الايه؟ على الزمن. قانون جميل ولم يسبق اليه. يعني قوانين نيوتن سبق اليها. يعني القوانين اللي هو حاططها نيوتن دي، لا، العرب سبقوه اليها قبل نيوتن بست قرون. ابن سينا اتكلم عن القانون الاول بتاع نيوتن واتكلم عليه بطريقه احسن مما تكلم عليها نيوتن. هبة الله البغدادي تكلم عن القانون الثاني والثالث بتوع نيوتن بما لا يعني احسن من نيوتن. هو نيوتن راح واخد الكلام بتاعهم وعملوا ثلاث معادلات وقال دي القوانين بتاعتي. لا يا نيوتن، ما يصحش، دي مش قوانين نيوتن، دي قوانين المسلمين. انما جاليليو بقى القانون ده فعلا هو بتاع جاليليو. حسبوا القمر، ما هي العرب بتحسب بالتقويم القمري. حسبوا القمر بيلف حوالين الارض في كام يوم، وضربوهم في عشان يطلع بقى بالشهر، عشان يطلع بالسنة، عشان يطلع بالألف سنة، وشافوا المسافة اللي بيلفها قد إيه، وضربوها برضو في كذا كذا، وقسموا المسافة، طلعت السرعة هي سرعة الإيه؟ الضوء. وده ليس غريبا، لأن الملائكة نور. الملائكة نور، وليس غريبا أن تسير الملائكة بسرعة الضوء. ولكن العجيب هم رؤساء الملائكة، هم يسيرون بسرعة الضوء مضروبة في 50. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني الأولاني كان 1,000 سنة، هنا بقى الرؤساء لا، بيمشوا بسرعة الضوء 50 مرة. في نفس الوقت تجد أن الثانية الواحدة قسموها إلى 1,000,000,000 جزء. ده اسمه النانو. اسمه إيه؟ النانو. نانو سكند. يعني النانو، التكنولوجيا بتاعت النانو ديت
بيجيبوا دلوقتي ذرات ويحطوها جنب بعضيها ويطلعوا جزيئات جديدة وعناصر جديدة أشد نقاء مما هي في الطبيعة بدون أي تفاعلات كيميائية. احنا متعودين ان الحاجات دي كيمياء، لا، بدون اي تفاعلات كيميائية بتكنولوجيا النانو. النانو قدروا يقسموا الثانية لألف مليون جزء. الألف مليون جزء دول فيهم مخلوقات بتعيش وتنتهي كل حياتها، مش يوم، كل حياتها في الألف مليون جزء، وتبقى مبسوطة جدا وعملت كل اللي عليها واتبسطت وكل حاجة. احنا دلوقتي تكنولوجيا النانو داخلة في كل حاجة، كل الشرايح، كل البوردات دي بالنانو. يعني ايه؟ يعني الشريحة اللي موجودة في التلاجة عندك في البيت، اللي موجودة في الغسالة، اللي موجودة في العربية، اللي موجودة في الموبايل بتاعك، اللي موجودة في الطيارة، اللي موجودة في الصاروخ، قائمة على ايه؟ على النانو. احنا دلوقتي بنعيش زمن الايه؟ النانو. انما بقى احنا عندنا الكينج احمد زويل، الدكتور احمد زويل، اكتشف زمن هو والفريق بتاعه. الزمن ده مش نانو. انت عارف الزمن ده قد ايه؟ الزمن ده الف مليون مليون من الثانية. اسمه فيمتو. اسمه ايه؟ فيمتو. الفيمتو ده هذه التكنولوجيا العلماء دلوقتي لسه واخدين الصدمة، يعني من ساعة ما احمد زويل اكتشف هذا الزمن الى وقتنا هذا وهم العلماء مصدومون، لسه شغالين في النانو. انت قدامك 100 سنة 200 سنة عبال ما تشتغل في الفيمتو. فاحنا الدكتور احمد زويل علم على الدنيا كلها، وهذا الزمن فيه تفاعلات بتحصل وتنتهي وبتخلص. وانت طبعا فاكر انه زمن بسيط، لا، هذا ليس زمنا. ايه اللي عاوز اقوله؟ ان الفيزيائيين ارادوا ان يحبسوا الانسان في ابعادهم. يعني قالوا بقى الانسان ده محبوس في ثلاث ابعاد: طول، عرض، ارتفاع. ماشي. جه بقى اينشتاين قال لك هندخل كمان بعد رابع. ايه هو؟ الزمن. وقعدوا كل شويه يكتشفوا ويخترعوا ابعادا. دلوقتي لخصوا الابعاد في 11 بعد. يعني الانسان حبسوه في 11 سجن. ارادوه عبدا للابعاد، لانهم ينظرون للانسان على انه ذلك المخلوق الصغير اللي طوله 170 سنتي ووزنه 70 كيلو. ما يصحش. دعني يا اينشتاين احدثك عن ابعاد الانسان الحقيقيه. دعني اقول لك ان الانسان ليس عبدا للابعاد، بل الإنسان هو سيد الأبعاد وهو حاكم الأبعاد. ماذا تعرف عن بعد روح الله التي نفخها الله فيك؟ أي بعد يحكم تلك الروح؟ لا يوجد، لا يوجد بعد يحكم تلك الروح. دعني أحدثك عن بعد الخلافة حين يستخلفك الله في الأرض.
دعني أحدثك عن بعد العلم الذي علمه الله تعليما لدنيا لآدم عليه السلام. نحن أمة تقدس العلم، نحن أمة جعلت العلم فرضا. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة ليس نافلة، فريضة على كل مسلم. والبعد الأعمق أنه جعل فضل العلم مقدما على فضل العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. نحن أمة تقدس القلم وتقدس ما يسطره القلم، حتى أقسم الله وقال: نون والقلم وما يسطرون. فحين يقسم الله بالقلم ويقسم بما يسطره القلم، والبعد الأعمق توثيق ما يسطره القلم. نحن أمة التوثيق، احنا علمنا العالم ازاي يوثقوا العلم. احنا اللي اخترعنا التوثيق عشان نوثق احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم العلل والرجال والجرح والتعديل. هذه علوم احدثها المسلمون عشان يوثقوا بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتواتر القرآن إلينا في هذا الزمان بدون ما يسقط منه حرف. نحن أمة حتى أنزل الله نفسه فقال: كتب ربكم على نفسه. شايف التوثيق؟ بيوثق على نفسه. كتب ربكم على نفسه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ده توثيق ولا مش توثيق؟ بعد التسخير. قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ما هو ده زمان ومكان، هو كل حاجة جميعا منه. يعني أن الله تبارك وتعالى يسخر للإنسان كل الأبعاد، يبقى مين ملك الأبعاد؟ المسخر له هو الذي يملك الأبعاد، ولا تملكه الأبعاد. العلم الذي علمه الله لآدم عليه السلام، والتكريم الذي حظي به آدم عليه السلام، وسجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام، أي بعد هذا؟ هذا بعد عظيم، أن تكون بالله حتى يكون الله سمعك وبصرك ويدك، فتكون أيها الإنسان بالله. ما يصحش تقول بقى إنك عبد للأبعاد بعد كل. حين تلتقي في الواو، الواو وما أدراك ما الواو، الواو ده يحبهم ويحبونه. الواو، شايف الواو دي؟ رضي الله عنه ورضوا. شايف الواو دي؟ حين يلتقي الإله بالمألوه والرب بالمربوب في هذا البعد، ويتبادلون الحب والرضا في الواو،
بينهما الواو في هذا الايه؟ الواو هو الميقات، ميقات الحب وميقات الرضا الذي لم يحظى به سوى الانسان. ربنا ما قالش الملائكه يحبهم ما يحبون، ولا قال للملائكه رضي الله عنهم ما رضوا عنه، قال للانسان. اي بعد هذا؟ عندنا في الاسلام بعد واسع اسمه التيسير. اسمه ايه؟ التيسير والسماحة والمرونة. ده بعد واسع. انما في ناس ابوا الا الابعاد الضيقة، التنطع والتشدد والاصر والعنت، تلك هي ابعاد اليهود وليست ابعاد المسلمين. اليهود هم الذين اخترعوا تلك الأبعاد. وينادي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، يسروا ولا تعسروا. أنت في زمن ما أحوجك إلى التيسير، يعني لو عندك حكم فقهي في هذا الزمان، وهذا الحكم فيه 50 رأي، هتاخد بالأيسر ولا بالأحوط؟ بالأيسر. زمان كنت أقدر أقول لك خد بالأحوط، إنما دلوقتي خد بالأيسر. خد بالأيسر. وهبك الله بعد الاستعداد لتلقي الإمداد، الاستعداد لتلقي الإمداد بأنوار الربوبية، بتجليات أنوار الألوهية. هذا الاستعداد لا يوجد إلا عند الإنسان. قد يكون عند الجماد بعض الاستعداد، وعند الحيوانات بعض الاستعداد لتلقي تلك الإمدادات، ولكن الإنسان أبعاده في التلقي أعمق وأوسع. بعد الرحمة، حين يمتلئ قلبك بالرحمة فتبسطها على المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعطيك الله مفتاحا من مفاتيح خزائن رحمته. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني ربنا بيقول لك أنفق من خزائن الرحمة، ما تضيقش الرحمة على الناس. كل ما تنفق منها أديك مفتاح. ورحمتي وسعت كل شيء. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ العزيز الوهاب. كلما كنت رحيما أمدك الله باسمه العزيز الوهاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ التعبير بكلمة خزائن يدل على الكثرة والوفرة، وأن هذا الشيء الذي هو الرحمة شيء ثمين، فلا يحفظ في الخزائن إلا كل ثمين. ما الذي يحفظ في الخزائن؟ الشيء الثمين. فالرحمة وافرة وثمينة في نفس الوقت. هؤلاء الراحمون حين يتكلم الناس عن العذاب، العذاب بعد ضيق، يتكلمون هم عن الرحمة بعد واسع. حين يتكلم الناس عن الظلام بعد ضيق، يتكلمون هم عن النور بعد واسع. حين يتكلم الناس عن القبح، يتكلمون هم عن الجمال. حين يتكلم الناس عن العسر، يتكلمون هم عن اليسر والتيسير.
حين يتكلم الناس عن التشاؤم يتكلمون عن التفاؤل. إياك أن تخرج من فيك كلمة فيها تشاؤم حتى في أسوأ الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج من فمه كلمة تشاؤم واحدة حتى وهم يحفرون الخندق، يضرب الصخرة ويقول فتحت فارس. الصحابي يقول لنا رسول الله فتحت فارس وفتحت الروم ونحن لا نأمن أن نذهب لحاجتنا، يعني بيبقى عاوز يروح يعني يقضي حاجته مش آمن، والنبي بيقول لهم فتحت فارس. كم من اسم غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 60 اسما غيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسماء تشاؤم إلى أسماء تفاؤل. إياك أن تتشائم وإياك أن تجلس مع المتشائمين، لأن التشاؤم يعدي، الخوف يعدي، الظلام يعدي، المكر يعدي. من أجل ذلك تجتمع الملائكة على حديث هؤلاء الناس الذين يتكلمون عن النور والرحمة واليسر والجمال، تجتمع عليهم الملائكة حين تذكر الله تعالى لتكسب بعض الحسنات. هذا بعد ضيق. حين تذكر الله تعالى لتجالس الله هذا بعد واسع. حين تقرأ القرآن لتأخذ على الحرف 10 حسنات ليس كمن يقرأ القرآن ليسمع الله. لله أشد أذنا لقارئ القرآن حسن الصوت من صاحب القينة بقينته. يا ربنا يحب يسمع القرآن من صاحب الصوت الجميل. لقد سرنا معا في بعض الأبعاد القريبة، ولكننا حتى الآن لم نبحر في الأبعاد البعيدة، لم نبحر في بعد ألف لام ميم، لم نبحر في بعد ألف لام ميم راء، لم نبحر في بعد كاف ها يا عين صاد، لم نبحر في بعد حاميم عين سين قاف. ولكن يكفي أن تعرف أنك أنت المقصود من كل موجود. والسلام عليكم.